السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم مبنيني. دابيتود في لاشين مبنيني نديركم لي فيديو تاع لي دريسينغ عند زبائن تاعنا، نعرض عليكم لي دريسينغ من خلال عملية التركيب، التقسيم الداخلي ولا فينيسيون. اليوم رانا انفيتي عند ان كليون تاعنا لي فينالو ديجا ان دريسينغ، عرضنا باش نديرو فيديو لي دريسينغ تاعو لي دارو في غرفة منعزلة في المنزل. بسم الله ما شاء الله، لو دريسينغ راه فيه مقاييس كبيرة، فيه 4.40 متر سور 2 متر سور 1.20 متر اي سور 1.20 متر. راح نديرولكم نظر للشو دريسينغ تاعو عند الزبون تاعنا، وان شاء الله تنال اعجابكم. الفكرة جات من عند الزبون تاعنا حتى تعم الفائدة. هكذا خاوتنا وخياتنا واحبائنا في قناتكم مبنيني تكون عندكم نظرة مميزة حول الدريسينغ، وتتدو الفكرة من عند الزبون تاعنا. كما راكم تلاحظوا احبائنا، الزبون تاعنا دار دريسينغ في غرفة منعزلة، يعني هذه لاشومبر دارها سبيسيال دريسينغ، يعني ما دار فيها لولي ني لاكوافوز ني طابلو طرافاي ني ان كوموند ني ريان دي تو، جوست ان دريسينغ. سي بور سولا داروا ان دريسينغ اوفر، يعني ما دارش فيه الابواب. نحيطكم علما باللي احنا في مبليني نخدموا لكم لي دريسينغ بدون ابواب، بالابواب لي بورت بلونش لي بورت كولون الكولور، وهتظهر لكم هذه الميزات اعلى الشاشه من خلال الفيديو تاع اليوم. مدوكم نعطيكم شرح تفصيلي للدريسينغ. قلت لكم الغرفه جامون يكون فيها اربع جدران، الغرفه يكون فيها اربع جدران. الزبون تاعنا استغل كامل الجدران باش يكون عنده ان دريسينغ. عندكم الجهه اليمنى راني واقف، يعني هذا الحيط الكبير اللي في الشومبرا كوشي فيه 4.40 متر 4.40 متر. الزبون تاعنا داروا دريسين كومبلي، دار 1 2 3 4، دار 5 كومبارتيمون، 5 لي كومبارتيمون، 80 80 80 80، تعطيك 3.20 متر. كي تزيد لها 1.20 متر تولي لك 4.40 متر. هنا فكرة مميزة للزبائن تاعنا، كي يكون عندكم ان دريسينغ ال على شكل حرف ال ولا دريسينغ او، دائما تكون في التساوية 90 درجة، يكونوا دو بوندري. باسكو علاش؟ لو كان ما نديرولكمش لا بوندري هنا ونديرولكم ايطاجير، تولي عند المرأة عندها صعوبة باش تحط حوايجها هنا تستفهم في لي زيطاجير. سي بوغ سولا في الزاوية 90 درجة تكون هنايا لا بوندري. راكم تشوفوا باللي يدي نقدروا نجبدوا هنايا سوا لي فيست سوا لي روب سوا اي حاجه تتعلق بالبوندري. قلت لكم الجهه اليمنى فيها 4.40 متر 5 كيسون، 4 دو 80 وواحد 1.20 متر. لو برومي كيسون ا غوش اللي فيه 80 فيه 4 لي زيطاجير، 1 2 3 4، هادو 4 لي زيطاجير فيهم اون بوتيت بوندري بور بونطالون كيما يتبان من خلال الفيديو. نشكو الزبون تاعنا اللي سمح لنا باش نشرحوا لاحبائنا وتكون عندهم فكره مميزه للموديل. عندكم 4 ايطاجير، في هذو لي 4 ايطاجير اون بوتيت بوندري اي دو تيروار انكاستري، واسفل خلى ان بوتي فيد بور ميتر لي شوسور تاعو في المنزل. هذا لو برومي كيسون دو 80. لو دوزيام كيسون كيف كيف فيه 3 ايطاجير او ليو دو 4، 1 2 3، ودار اون بوندري واحده اخرى بور لي فيست، دار دو تيروار اون دي تيروار اون كاستري سي ابارون باسكو سي لو دريسينغ اوفر اي ان بوتي بوت بور ميتر لي شوسور. لو تروازيام نكونوا شويه خفيف ظراف باش نشرحوا لكم وما تكروش على الفيديو. لو تروازيام كومبارتيمون 1 2 3 4 5 6 لي ايطاجير اي ان بوتي فيد يقدر يستعملوا. لو كاتريام كومبارتيمون 1 2 3 4 5 6 لي زيطاجير اي ان تيروار انكاستري، يعني لحد الان انا في 3.20 متر، 4 × 80 3.20 متر. اي لو داني كيسون في الحيط الايمن دار دو بوندري تاع 1.20 متر. نذكركم كي يكون دريسينغ ال ولا او هنا في الزاوية 90 درجة تكون لا بوندري. حاجة واحدة أخرى أحبائنا، حنا في مبنيني عندنا زوج صوالح فيكس في دريسينغ تاعنا. عندنا الارتفاع يعني من الارض حتى الاعلى دريسينغ 2.40 متر سي فيكس، اي لا بروفوندور تاع دريسينغ يعني العمق تاع دريسينغ داخل 60 سنتيم. الجهه اليمنى خرجنا منها، هنا نذكركم سي تان دريسينغ يعتبر دريسينغ او ماهوش ان،
الجهة الأولى سي بون. اون فورس دريسينغ عنده ان دريسينغ دو 2 متر. هذا دريسينغ فيه 80 ادروات 60 اي 60 تعطي لكم 2 متر. الجهة اليسرى دار فيها ايطاجير اون بوندري كبيرة ايطاجير اي انتيروار انكاستري 60 لي في الوسط كيف كيف ايطاجير اون بوندري ايطاجير تيروار انكاستري و 80 دار فيه 1 2 3 4 5 لي زيطاجير. الى حد الان رانا في حرف ال، راكم تشوفوا من خلال الفيديو انا في حرف ال. نروحوا للجهه اليسرى. الجهه اليسرى الزبون تاعنا هنا دار دو دري دار دو كومبارتيمون دو 60 60 اي 60 سبيسيال بور لي شوسور. وهذا لي دريسينغ اشاك فوا لي يوتيوبر لي يوتيوبرز دي انستغراموز ام يتصلوا بينا يحوسوا يكون عندهم ان دريسينغ اوفر بلان دي زيتاجير بور ميتر لي شوسور. فوالا عندكم فكره احبائنا في قناتكم موبليني، واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه لي زيتاجير اي ان تيروار انكاستري. L'autre compartiment de 60 fait étagère, une penderie طويلة pour mettre les vestes et un tiroir واحد آخر. هذه وي دريسينغ. هنا زبون دار ميروار، وهذه الميروار بالمناسبة راح نشرح لكم حاجة جد مهمة من خلال طلبات لي كليون تاوعنا. ننصح أحبائنا با لا بان دو متر ميروار كومبليت في شوف الدريسينغ. حنا دائما ننصحوا الزبون باش يدير 1.60 ولا 1.50 تاع الميروار باش يبقى لو شام تاع لو بوا يبان في الجانب العلوي والجانب السفلي. وان شاء الله اعلى الشاشه راح تلقاو لي فوتو تاع لي دريسينغ اللي خدمناهم عند الزبائن تاعنا، وتلقاو فيها ميروار 1.60 ولا 1.80. لو دني كومبارتيمون في الدريسينغ او زبون تاعنا دار دريسينغ دو 1.20 فيه ايطاجير على دريسينغ فيه لا بوندري ايطاجير و ان اسباس راهو مستغلو للزبون تاعنا بوغ لي ساك وصوالح تاع المنزل تاعو. نشكر الزبون تاعنا اللي اتاح لنا الفرصه باش نديرو فيديو توضيحي لاحبائنا، وحنا شاك فوا نحن في خدمتكم. ابعثوا لنا اشتراكات تاعكم، ابعثوا لنا لي كومونتير، ارائكم فايبر ماسنجر واتساب ايمو يهمونا بالنقد البناء بيان سور. كاين نذكر احبائنا باللي شاك فوا كاين دي ديمونسيون نو سوم دون لوبليغاسيون نشرحوهم للزبون. نوتر فوا هو الارتفاع تاع الزبون من الجهه اليمنى من القاعه الى السماء 2 متر 40، لا بروفوندور تاع دريسينغ 60 سنتيم فيكس. بار كونتر من الادروات لاغوش لا لونغور ابعثوا لنا برك مخطط نعطولكم الدوفي تاعو. فضلا منكم لا يسع ما اشتركوا لنا في القناه، احتراماتنا. السلام عليكم ورحمه الله.